في الرصد اللي أجلناه شوية المفروض 8 غير درجين يكون معنا سفيرنا في مصر، سفير تونس في مصر، سي محمد بن يوسف. صباح النور، شكرا على قبول الدعوة. تحياتي مدام وصال ليك ولكل مستمعين شمسة. مرحبا بك. مرحبا. إذا بحثنا أيضا ضيف الماتينال مقرر لجنة النظام الداخلي، نائب في كتلة أو رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، النائب البرلمان يوسف ترشون. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك. شكرا. صباح النور، صباح شرعية المقاومة، صباح شرعية الحديد والنار، ولا عزاء لشرعية الفيتو الأمريكي، شرعية المطبعين والخونة. مرحبا بك. إذن سي محمد يوسف، مانيش نطول عليك برشا، حابين ناخذ فكرة على عملية التنسيق مع السلطات المصرية في جلب مجموعة من الجرحى الفلسطينيين اللي وصلوا تونس، ومشي زارهم رئيس الجمهورية في الساعات الأولى من الفجر. دونك كيفاش تمت العملية متاع التنسيق؟ كما تفضلت مدام وصال، احنا ملي صار الاجتماع اللي عقده سيادة رئيس الجمهورية، كانت تذكر قبل 3 أيام تقريبا، مع السيد وزير الصحة ومع رئيس الهلال الأحمر التونسي ومع الوزير المستشار الجنرال مصطفى الفرجاني، وكان أعطى الإذن سيادة رئيس الجمهورية أنه لجلب عدد من الجرحى والمصابين من أخوانا الفلسطينيين من جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة لمداواتهم ومعالجتهم في المستشفيات التونسية. ومن ذلك الحين احنا بدينا نشتغلوا، يعني بدينا عملية التنسيق مع الجانب المصري. دونك تعرف الأمور هذه تحتاج يعني تواصل مع أول شيء مع وزارة الخارجية. دونك تواصلنا مع وزارة الخارجية لذلك هي الرابط متاعنا مع دولة مصر، وهذا معمول به في كل الدول. وبعد دخلنا في الاتصال المباشر مع وزارة الصحة للحقيقة، معناه وهذا مش يعني مش اتراو حقيقة، وفي كل المراحل سواء في المساعدات ولا المرة هذه دايما ما نلقاو كنا تجاوب ويحطوا لك يعني ويحطوا لك حد هو اللي يلاهي بالحد، يعني في مستوى عالي، يعني مسؤول كبير من مكتب الوزير اللي هو يتابع يكلف الوزير متابعة العملية كاملة ويقعد يتابع فيك حتى وانت في الـ في الـ في, الـ في المطار ويحضر لك. العملية تمت الحقيقة بتنسيق وبسلاسة، طبعا ضمن الشروط اللي طلبناها نحن حسب الطاقة عبد الطائرة اللي جات البارح، وصل تقريبا في حدود 9:30 متاع الصباح هكا، وتصور معناها 9:30 لقينا الجرحى موجودين في سيارات الإسعاف من الصباح بكري، يعني باش تفهم اللي العملية مسقة مليح، وهذا كله بتجاوب يعني بفضل تجاوب السلطات المصرية اللي نلقاو منها كان الحقيقة كان القبول والتجاوب والتعامل الحسن. هل باش تتكرر التجربة سعادة السفير؟ جسم سعادة بل خليني ثم حاجة خاطر ما طلني موضوع الجرحى غطى عليها، راهو في الطائرة اللي جات محملة بالمساعدات. تبدأوا في بالكم هذه المرة الثالثة اللي تجي مساعدات من تونس، وهذا كله بيد من سيادة رئيس الجمهورية، وهذا طبعا كما نقولوا دائما استجابة معناها من الشعب التونسي اللي قدم كل ما يقدر عليه لمساعدة اخوانهم الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق. دونك جبنا مستلزمات طبية وحليب أطفال وأغطية، يعني هذا أقل حاجة من نتاوج ويكون في لأنه عملية الجرحى غطت عليها شوية. لكن طبعا احنا توا هذا نقول العدد الأول اللي وصل، واحنا توا في عملية تنسيق لعدد آخر، ما نجمش نعطي الرقم لأنه ما سديبون دو برشا حاجات، يعني مش ما نجمش نعطي طلبنا عدد تكون معين. ربما الرحلة الثانية إلى الأيام قصيرة، يعني اللي نجم نقوله لك هو في يعني، لكن مش باش تكون المرة هذه، باش تكون انطلاقا من القاهرة وباش نجيبه إن شاء الله إذا سهل ربي، باش تكون طائرة مدنية
وهذاك علاش قلت لك ما نجمش نعطيك العدد بالضبط الا من الى ما تتحسب الامور وهذا الكل مربوط مع الجانب المصري وشنو باش يمكن يوفروا لنا من اعداد من الجرحى اللي نقدر احنا نهزم تونس. واضح، شكرا لك سعادة السفير، سفيرنا في مصر السيد محمد بن يوسف، شكرا على كل المعلومات اللي افدتنا بها.